بسبب المرض يذهب بأهلي إلى المشعوذين الذين يداوون الناس بكلام لا يقرأ، ويذهبون بي رغما عني ولا أستطيع منعهم، فهل إذا ذهبوا بي أكون آثما وأنا غير مستطيع؟ المشعوذ إما ساحر وإما كاهن وإما عراف، وكل هؤلاء لا يجوز التداوي عندهم لأن فعلهم هذا كفر، سحر كفر، والكهانة أيضا ادعاء علم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهي إما ادعاء لعلم الغيب وإما كهانة بالشياطين والجن، كفرة الجن، وهذا أمر لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث آخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والتعاويذ الشركية كفر بالله، يخرج من الملة إذا استعمل التعاويذ التي هي استعانة بالجن الشياطين، استغاثة بهم أو بالأموات، أو استغاثة في الخلق أو المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو فيها كلام لا يعرف معناه، أو أسماء مجهولة، أو حروف مقطعة، كل هذا من الشعوذة ومن الكهانة والشرك بالله عز وجل، وقد يكون هذا من باب التنجيم. كل هذه الأمور أمور كفرية، لا يجوز للمسلمين أن يصدقوها، ولا أن يصدقوا من يقول بها، ولا أن يذهبوا إليه. والتداوي إنما يكون بالأمور المشروعة، بالرقية بكتاب الله وبالأدعية المشروعة التي تتضمن التوحيد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى الذي يكشف الضر ويشفي المرضى. قد جعل الله في القرآن شفاء، وجعله وأمر بدعائه سبحانه وتعالى، ووعد بالاستجابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي المرضى بأن يقرأ عليهم من كتاب الله عز وجل وينفث عليهم، هذا هو العلاج المشروع في الرقية. وكذلك العلاج بالأدوية المباحة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنفع بني آدم، وجعل فيها شفاء للتجربة وعلم الطب، وجد فيها الشفاء بإذن الله، هذه أدوية مباحة. قد قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهل. تداوي بالمحرم حرام، قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا. فالتداوي عند من يرقي بالرقية الشرعية أمر مباح وأمر مطلوب، وكذلك التداوي بالأدوية المباحة الطبية. قد تقدم الطب ولله الحمد، وهو علم نافع، وتوفرت الأدوية في الصيدليات، لا حاجة إلى الذهاب إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. قد أغنى الله المسلمين بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. ويقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فالشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، قد جعل الله الشفاء فيما أباح ولم يجعله فيما حرم. الحاصل أنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة والمشعوذين تداوي عنده، والمريض يطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى ويستعمل الأسباب المباحة، ولا يجوز له أن يطيع من يذهبون به إلى السحرة والكهان والمشعوذين، لا يطيعهم، بل يمتنع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.